وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: ذهب أحد الناس للعمرة فلبس الإحرام ولبس الإزار، الإحرام من قطعتين، الإزار والرداء، وتحت الإزار لبس سروالا، فماذا عليه؟ نقول: هذا عليه عليه أنه كفارة الأذى، وعليه كفارة الأذى اللي هي فعل محظور في الإحرام، فعل محظور في الإحرام، والمحظور هو لبس المخيط، لأن عندنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس السراويلات ولا القمص ولا العمائم ولا البرانس إلى آخر الحديث. فهذا يعتبر قد فعل قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، فيجب عليه أن يكفر عن ذلك. فيها حديث كعب ابن عجرة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يصوم 3 أيام في أي مكان، أو يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، أو أن يذبح شاة في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. صلى الله عليه وسلم على وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ظهيرة يوم الثلاثاء لأربع خلونا من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام.